حسين الموزي مدينة سيسيكوت المغربية. قراءة الدين يجب أن تتأثر جميع الأديان ليس الدين الإسلامي فقط، معها يجب أن يكون هناك أطر تعليمية قادرة على نشر الفكر بهدفه وليس نشر الفكر التكفيري والوهابي الذي أصبح يغش العالم بعد أن طفت على سطح الأرض مجموعة من الحركات الأصولية الضرامية التي تحاول أن تزيح القيم الإنسانية النبيلة الذي علمنا الدين بشكل عام.